رمضان 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 يا حبيبي. هنا البنات هالبريوات ديالي بعد ما ساليتهم كيجي ولداد مقرمشين بالورقة ديال المقلة الطفال اللي ممكن تصيبوها غير في الدار وتنجح معكم ان شاء الله. نبداو على بركة الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير واموركم هانيه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحه جيده ان شاء الله باذن الله. اليوم جبت لكم فيديو ديال البريوات، البريوات غنصايبهم بالورقه اللي انا صايبت معكم في الفيديو الاول. ها هما، يعني راه كيجيو مزيانين وناجحين 100%. انا غادي نعمرهم معكم وغتشوفوا. عندي هنايا في الحشوه غادي ندير واحد شويه ديال السدر لاذند، يعني داكشي اللي عندكم، ماشي بالمفروض تكون كميه كثيره، داكشي اللي متوفر عندكم مع هذا الحجر الصحي الله يحسن العوان اللي كنقضيو به الغرض. شويه ديال السدر ديال لاذند، شويه ديال السوسيس، عندي هنايا السبانخ مطحونين وكنديرهم في الكونجيلاتور وقت ما احتاجيتهم كنهز شويه. عندي هنايا الفلفله كنقطعها حتى هي مربعات وكنحطها في الكونجيلاتور وقت ما احتاجيتها. عندي هنا سكينجبير، البزار، ملحه، الفلفل الاحمر يعني التحميره، عندي الخرقوم مطحون عود وصافي وكنبدا على بركه الله. عندي البصله اللي طحنتها في هذه الماكينه، هذه كتجيني مشلضه على هذا الشكل، غير القياس عينكم ميزانكم البنات، انتما كتجي على هذا الشكل، اللي ما عندوش ممكن يشلضها غير رقيقه. نبداو على بركه الله. نجيب نحيد فين نحط المقله ديالي، نحيد الوريقه ديالي، من بعد غادي نقطعها معكم من الجناب، كنحيدو لهذوك الشوائب اللي كيكونوا في الجناب. غادي ندير سميتو السبانخ، ندير البصله، انتما غير قد هكا ديال البصله حيت هاد البصيله بغيت نخدم بها حاجه اخرى، عندنا واحد جوج بصيلات ولا ثلاثه صغار. عندي هنايا الفلفله، كنجمع كلشي، كنجمع كلشي ونديرو فوق النار حتى يتشحر ليا مزيان. ملي تكون الفلفله موجوده البنات قطعوها مربعات ولوحوها في الكونجيلاتور، راه كتبقى يعني ما كتخسرش. انتوما شويه القزبر ومعدنوس ما كنديروش دابا حتى للثاني عاد كنديرو، صافي رميت دوك التوابل، رميت دوك التوابل كلهم على هذا الشكل. غنزيد عليهم زويته على حسب اللي بغيتو، كاين اللي ما كيبغيش الزيت. صافي غنشعل المقله ديالي نخليها تشحر وغادي ندوز نوجد معكم الورقه نقطع عليها دوك الجناب ديالها. هنا كناخذ الورقه ديالي اللي صايبت معكم البنات، حيد التوصيل باش نوريكم. هنا كنقطعوا ليها هاد الجناب هادو اللي تيكونوا حرشين واحد شويه، كندورو عليهم هكا كلهم صافي وكنحيدوهم باش تبقى لينا وريقه ديالنا نلسه وزوينه ونعمروها كما بغينا بحال هكذا صافي. هادو كنحيدوهم. هنايا غادي ناخذ واحد الكميه اخرى ردها للتبصيل، ناخذ هاد الكميه هادي هي اللي غنعمر ونشوف الا ما قداتنيش نعاود نزيد. كنقسمها على جوج على هاد الشكل صافي. انا ما طيب ليا الحشوه ديالي، ها الورقه ديالي محطوطه، انا ما طيب الحشوه ديالي نبدا نعمر ان شاء الله. كناخذ واحد الطبيصيل غندير فيه شويه ديال الدقيق والماء وغنطربهم مع بعضهم باش نلصق الورقه ديالي على هذا الشكل هكذا. نطربوا ديك الدقيقه مع الماء ونديروا شي بانسو باش منين نبداو نخدموا نبداو نلصقوا ان شاء الله. هنا البنات الحشوه ديالي ها هي بعد ما طابت وبردت، يعني باقا دافيه ولكن غادي نعمر بها انه قريب الفطور. نبدا على بركه الله، ناخذ نص ديال الورقه ديالي على هذا الشكل، نتمنى يكون واضح الفيديو.
غادي نطويها، نطوي لها هذا النصيص هكذا. ناخذ واحد الكميه ديال الحشوه نحطها هنا، نرد عليها هذه هكذا. راه كلشي كيعرف يقاد هاد البريوات على هاد الشكل. صافي، نجيب البانسو ديالي. انا كندهن هكا كنخاف هاد تحل. انا البنات غنطيبهم اليوم غير في هذا، في المقله ديال الطفال. هانتوما ها البريوه ديالنا، طيبهم غير في المقله ديال الطفال. بالحق ما غاديش ندير الزيت كتير، غندير غير شويه ديال الزيت وغادي يطيبوا. تشوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو زوينين. صافي، نبقى هكا البنات حتى نكمل. ناخذ الحشوه ديالي، فيها شويه ديال العدس، شويه ديال السوسيس، شويه ديال السبانيغ، فليفله بحال هكذا. اللي بغى يدير الهريسه البنات يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. انا ما درتهاش. صافي، بقاو على هكذا على الطريقه هذه. ها البريوات ديالنا. صافي، نبقى هكا حتى نكمل ان شاء الله باذن الله. شفتوا الورقه كيفاش كتجي؟ راه كتجي زوينه وسهله. يعني بنادم يبدا يقلب على الورقه ويبدا يقلب منين غيجيبها. اللهم هكا تصيبوها في الدار انتوما. نتمنى الفيديو يكون واضح. نحاولوا ندهنوا من هنايا باش الا غنقليوهم ولا حتى في الفران ما يتحلوش لينا البريوات ديالنا. صافي، نبقى هكا تنكمل البريوات ديالي وانا معكم. هنا البنات كملت البريوات ديالي انتوما. هنا دابا باقي ما طيبتهمش، انا غادي نشعل المقله ونطيبهم وتشوفوا كيفاش كيجيو. كيجيو زوينين وساهلين. شوفوا الكميه اللي عطتني هنايا. هنا البنات كناخذ المقله ديال الطفال، نشعل ليها عافيه مهيله بحال هكذا. حطها يعني ما كنكثرش كاع الزيت، واحد شويه. هانتوما شويه ديال الزيت. صافي، ما نحتاجش الزيت كثير. فاش هانتوما شويه ديال الزيت، ما نحتاجش الزيت بزاف. صافي، تسخن ليا المقله ديالي ونبدا نقلي في البريوات ديالي. صافي، هنا البنات سخنت ليا الزويته ديالي هانتوما. نحطهم يعني كيطيبو ناشفين، ما كيكون فيهم لا زيت لا والو. كنحط البريوات ديالي على هاد الشكل. صافي، حتى كيتحمرو من هاد من التحت، ونعاود نقلبهم على الجهة الأخرى. هنا البنات البريوات ديالي هاهما وجدو، ها الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. هادو عندي بريوات معمراهم بالحوت بنفس الورقه نيت. هادو شاط ليا شويه ديال الحشوه ديال الحوت وانا نعمر. هانتوما البنات شوفوا كيفاش كيجيو بريوات لذاد، باقيين سخان كيجيو زوينين. نتمنى تجربوهم البنات. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه اللي باقي ما اشتركتش، باش وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.